طلعتنا اليوم طلع السياحة، طلعتنا اليوم في منطقة تجمع بين البر واليبال في مكان واحد. وين هالمنطقة؟ مليحة. خلونا نشوف مليحة والسياحة اللي عندهم. أخوي أيوب أشوف خيول هني. شوفي شو موضوعها. والله طول عمرك هذه مثل ما تشوف الاسطبلات الخيول المليحة، مثل ما تشوف عندنا أنواع مختلفة من الخيول، وفي عندنا بعد الخيل البوني حق الأطفال وحق الكبار. شارع مليح الدوم نشوف اللوحة هذه ونشوف هذه الجبرة، شو هذه؟ والله طول عمرك هذا ما يسمى بحصن مليح الأثري، تم العثور عليه في مطلع التسعينات، في بداية التسعينات كان يسوون الشارع الجديد مثل ما تشوفه هني، وكان يسوون عملية مد لخطوط الماء والكهرباء وأيضا توسعة الشارع، فحصلوا الجدار هذا للحصن، فتم التنقيب، فتم العثور على اكبر حصن، من اكبر الحصون في شبه الجزيره العربيه، حصن مليح مثل ما تشوف، حصن مليح الأثري. بناخذ جولة داخل ما نتعرف عليه بشكل اكثر. هذه شو حجرات الدفن؟ أول اللي بعمرك هني تم العثور على يعني مقبرة جماعية لأكثر عن 120 قبر، أهم 6 قبور هذه اللي تشوفها موجودة عندك ما تسمى بحجرات الدفن أو القبور الجنائزية مثل ما تشوفها. طبعا هني يعتقد الناس ذو أهمية اللي توفت في هذا المكان، قد يكونوا شيوخ أو ملوك أو أمراء. الجدران من الطين فوق اللي هو الجنادل الخشب وفوق الجريد، طبعا الميت كان يحطونه هني ويحطون سرير من خشب، يحطون اغراضه معه يسكرون، وطبعا هو مدفون تحت الارض بما ان احنا نزلنا للدرج من الدرج مثل ما تشوف، فيحطون الميت هني ومعناته انه مدفون وخلاص، يسكرون عليه ويتوكلون على الله. اللي يحب رياضة المشي او مثل ما نسميها بالانجليزي الهايكينج، في مليحة اجمل مناطق يقدر يجي ويشوفها. رايحين القبور الاثرية، منطقة الكهف، الكهوف الاثرية. مليحة دي منطقة جميلة جدا 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 لأنها محمية وفيها كمية شجر زي ما أنت شايف مش موجودة في أي حتة تانية في الإمارات. الحين وين ندخل؟ طول عمرك الحين راح ندخل في متحف مليحة أو اللي هو مثل ما يسمى الميوزيوم أو المركز. مثل ما تشوف راح نتكلم عن مليحة والعصور اللي مرت فيها مليحة، مثل ما تشوف بالألوان هذه اللي هي فترة العصر الحجري القديم، فترة العصر الحجري الحديث، البرونزي والحديدي وما قبل الإسلام. والله طول عمرك هو هذا ما يسمى بطقس البلية مثل ما تشوف. طبعا اللي كنا نعرف ان شخص لما يموت كان يدفنه مع اغراضه، ولكن اشتهرت مليحة الشخص اللي يموت يدفنه مع اغراضه زائد الخيل والجمل اللي يملكه، ويسمى هذا بطقس البلية. الحين احنا وصلنا المخيم. نعم نحن المخيم شو يشبه؟ والله طول عمرك المخيم الموجود هني، طول عمرك عندك الجلسة العربية، في عندك الخيمة هذه الشعر اللي خلفك تشوفها. نعم. طبعا عندك مشروبات ساخنة وباردة، من يظلم الوقت بيقول لك التلسكوب او المنظار الليلي بيتم اللي هو شرح عن الفلك. حلو. زين، وبيكون في عشاء، وفي عندنا كثير من الفعاليات مثل ما تشوف البولارس، والمكان يعني بليب من الناس يعني، ومثل ما تشوف الليتات وهذا، تحاول انه تشعرك اللي هي الأشياء اللي هي نحن نقول العادات والتقاليد والأشياء الجميلة والجلسات العربية اللي هي تمثلنا نحن. واللي حاب يشوف جمالية النجوم عندهم هالخدمة، يطالع عن طريق التلسكوب هذا النجوم ويتأمل. هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير مقدمين خصم 20% حق متابعين برق الإمارات. ما عليك إلا تدخل بموقع إلكتروني وتسجل في الموقع discovershuruq.ae. خلينا نشوف الخطوات. تحت بيكون في ديلز أو العروض، نضغط على ديسكفر مليحة ونختار الباقة اللي نبغيها. مثلا ناخذ هذه اللي ب 165 درهم اللي هو ديون بقي. نضغط تحت على الكود، زين UAE برق، استوت هي اصلا قيمتها 165 درهم، استوت 132 درهم.